قلما تناول التاريخ المغربي بالتوثيق سير نساء السلاطين العلويين، بحيث ظلت حياتهن خلف أسوار القصر محاطة بالسرية وبهالة من الكتمان الشديد، حياة لم يستطع لا الأبناء ولا الأحفاد أن يكشفوا عنها الستار كاملا، وظلت جزءا منسيا من محطات تاريخية مغيبة في تاريخ الملوك. لكن في مقابل ذلك تمكنت نساء أخريات من أن يتناولن هذه الحياة بنوع من التفصيل، نساء عشن قريبات جدا من زوجات الملوك وأمهاتهم، بل قريبات جدا من الملوك أنفسهم، بكيفية أصبحت فيها الكثير من هؤلاء النسوة المميزات فعلا راويات لسير زوجات الملوك في حياتهن العادية خلف جدار القصر، كما يتناوله كتاب خياط السلطان لمؤلفه المغربي ألبير ساسون. في هذا التقرير التاريخي نكتشف كيف كان يتعامل الحسن الثاني مع النساء ومع خليلاته وعاشقاته وخادماته. ابقوا معنا دعما للقناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. يقول الحسن الثاني متحدثا عن نساء القصر: إنني تعلمت كثيرا من عقائد الإسلام وتمرست بأداء شعائره على يد أهل بيتنا وخادماته قبل أن يلقنني إياه أستاذ. عندما فتحت عيني على الحياة وبدأت أعقل، كنت أرى نساء دارنا يذهبن عقب كل آذان، وقد وضعن التخاميل على أدرعهن إلى مكان الوضوء استعدادا لأداء الصلاة، وكان بداخل دارنا إمامان يؤم أحدهما بالسيدات ومن حضر معهن من الخادمات في مصلى خاص، ويؤم الثاني بالخادمات في مصلى ثان يوجد قرب مكان عملهن. وكانت المرأة من أهل دارنا إذا أبدت رغبتها في حفظ القرآن وتعلم قواعد الدين أجيبت إلى رغبتها فورا، يعطى لها لوح خاص يكتب فيه الفقيه صور القرآن وأحكام الدين، فإذا حفظت ما فيه محي وكتب فيه مرة أخرى شيء جديد، وهكذا دواليك. أما المراضع والدادات التي كن يخدمنني فقد تعلمت منهن في صبايا الباكر الشيء الكثير، فهن اللائي علمنني رد التحية وتشميت العاطس والتسبيح عند سماع الرعد ورؤية البرق، والتلفظ بكلمة الشهادة عند الدخول إلى فراش النوم. ويضيف: وما زلت أتذكر قيامهن للتصحر في ليالي رمضان، كنت أراقب أعمالهن عن كثب، وكثيرا ما كنت أرغبهن في إعطاء شيئا من سحورهن، فكنت آكله بشهية وأتذوقه بلذة وأشعر أنني أساهم بذلك في صيام رمضان. وقد أبصرتهن في ليلة من الليالي يقمن بحركات غير عادية ويحضرن مواد غير مألوف إحضارها إلا في المناسبات، وكانت الليلة ليلة 27 من رمضان، فسألت الدادة عن معنى ذلك فقالت: عندنا ليلة سيد قدر. فقلت: ومن سيد قدر؟ فقالت: عند طلوع الفجر تفتح أبواب السماء ويتجلى سيد قدر، فمن سأله شيئا في ذلك الوقت أعطاه ما يريد. في الطابق الخامس بقصر الرباط هناك غرف أخرى تفضي إلى جناح مخصص للخادمات القادمات على خدمة الملك وخليلاته. المكان غادره البدخ الموجود في المرافق والأجنحة السابقة، ويحيل على الإكفهرار والفراغ بالأحرى، ففي الصيف تظهر فيه الصراصير، أما في الشتاء فإن عدم توفر التدفئة يجعله قاسيا. إن الخادمات اللواتي يصلن عددهن إلى نحو 60 يعيشن كما أغلب الناس خارج القصر مختلطات ببعضهن البعض، وتنام كل ثلاثة منهن في فراش واحد، وتفصل بينهن أغطية موضوعة كأشرعة أمام كل فريق منهن، ويطبخن طعامهن أمام غرفهن. قد مرت العديد من السنوات منذ أن جاء بهن إلى القصر حينما كان المطلوب أن يذهبن إلى المدرسة، وبذلك فإنه كان محكوم عليهن أن يقضين حياتهن
منعزلات عن باقي العالم. اللهم إذا قرر الملك أن يزوجهن بأحد موظف القصر، وإذا ما كان من بينهن بضع شابات فإن أغلبهن عبارة عن نساء مسنات، إذ أن بعضهن كان في الخدمة أيام محمد الخامس. حينما يهجر الملك القصر فإن الخادمات لا يستطعن الذهاب إلى الطوابق العليا، وحينها فإنهن يظلن قابعات في أماكنهن حيث كان يقتصر فضاؤهن على حمام القصر ورقعة زرقاء من السماء. هناك العديد من الشهادات والمقالات التي تتحدث عن علاقة الحسن الثاني بالنساء، لكن لم تجمع في كتاب تفصيلي كيف يتعامل معهن وعن نفسيته وحضوره بين النساء، وتلك قصة أخرى. وتلك قصة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.